محمد عمر قرواش، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للمعارض والمؤتمرات. نقوم الآن بتنظيم معرض الإنشاءات الرابع على أرض معرض طرابلس الدولي في فترة من 28/6 إلى 1/7، وكان الحضور جيد جدا، وشركات المشاركة كانت من تونس اللي 102 شركة، من مصر 4 شركات، من تركيا 17 شركة، و 135 شركة ليبية. المعرض كان حوالي 6000 سكوير متر المساحة المغطاة. اليوم طبعا أول يوم كان الافتتاح، الفيزيترز يبدو من بكرة إن شاء الله في الصباح، ولا نستطيع أن نعطي عدد الفيزيترز، عدد الزائرين إلى بعد انتهاء المعرض. شركة القرن الأول، التعليم والتدريب. محمد براس علي، مدير مبيعات شركة التقدم للأدوات الصحية والتدفئة المركزية. طبعا احنا في صدد مشاركة في معرض طرابلس للإنشاءات، الحدث الأبرز تقريبا في سنة 2021. أهلا وسهلا بكم، نتشرف بكل الحضور زيارة قاعتنا هول 40 جناح خاص، طبعا بمشاركة شركة رطيل. شركة تقدم تأسست من القرن الماضي في 1989، تعتبر من أوائل الشركات التجارية في ليبيا، وكلاء لأكثر من 25 شركة عالمية، شركة أرستون، شركة ريمر، شركة اي تي بي تور الإيطالية، موزعين رسميين لشركة جروهي، وكلاء لشركة كولا الأمريكية ويلتون، بما في ذلك شركات التدفئة المركزية. طبعا شركة التدفئة المركزية عندنا ندوة بالخصوص يوم الثلاثاء خلال أثناء المعرض، مقدمة للمهندسين والشركات الشركات البناء على مستوى ليبيا، واللي مستلمة كل المباني تقريبا وكل الشغل على مستوى ليبيا، قدمنا لهم بالدعوة من خلال أثناء المعرض، يعني عشان نستفيد، كل يستفيد كموردين إحنا من برا ليبيا وكشركات تنفيذية داخل ليبيا. طبعا شركة التقدم في سنة 2021، في مطلع سنة في متوسط سنة 2020 بالضبط، قمنا بشراكة تجارية صناعية بين شركة التقدم وشركة رطيل لصناعات البلاستيك ومواد البناء، وعشان ننهضوا طبعا، والشراكة هذه نستفيد منها الكل كخبرة تجارية عندنا وكخبرة صناعية قوية عند الشركة. يعني شركة رطيل حتى هي تقريبا تأسست من 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 القرن الماضي، يعني 1996، شراكة تجارية صناعية، وإن شاء الله عشان تستفيد منها الدولة بإذن الله.